تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، حيث رفع سمو رئيس الحرس الوطني باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى السامي، داعين المولى جل شأنه أن يحفظ جلالة الملك المفدى بعنايته، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة الوطنية المجيدة على جلالته بمفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى مملكتنا الغالية وهي تنعم بالمزيد من التطور والازدهار والرخاء.